السلام عليكم أصدقائنا، اليوم درس آخر من دروس العزف على الجيتار للمبتدئين، الدرس الرابع. الجيتار كما ذكرنا بالدروس السابقة وضعيته، نخلي هذا الفتح على الرجل ونمسك الجيتار، اليد اليمنى تكون وضعيته بشكل هذه الوضعية على الأوتار. أخذنا بدرس السابق السلم الموسيقي من الدو إلى الدو، إذا تذكروا هذا اللي أخذناه. اليوم راح ناخذ نفس السلم الموسيقي لكن من أوكتاف آخر، اللي هو يكون من الفريت الخامس على الوتر الثالث، نبدأ به نفس السلم الموسيقي من الدو إلى الدو. راح نعزفه بواسطة الكلاكترون البيك، مثل ما قلنا اللزمة مالت البيك هذه الوضعية. حركة البيك راح يكون، شوفوا، ضربة من فوق وضربة من الأسفل. راح نعزف الوتر الثالث الفريت الخامس اللي هو الدو من فوق. الأصبع الثالث نخلي على الري. راح نرجع دو سي لا سول فا مي ري دو. إذن ما نعزفها سريع، ما نحتاج سرعة، نحتاج أن نحصل على أصوات نظيفة. ما ممكن نضغط هذا الضغطة، شوف، ما نريد هالخنة يكون بالصوت، نريد صوت نظيف تضغط عليه وما يراد لك قوة. كل ما هنالك أن تضغط بالشكل الصحيح أصبعك. شوف إذا أثار الأوتار على أصبعي بشكل مائل، بشكل مائل تخلي شوي أصبع تضغط الوتر برشاقة، ما يحتاج لعنف. كرر هذا التمرين، كرر التمرين ببطء فد 4 مرات 5 مرات. من حسيت نفسك مسيطر عليه كررها فد 5 مرات أخرى بشكل أسرع. كل صوت سرعته تعادل صوت سرعة الصوت اللي يسبقه أو اللي بعده. يعني ما ممكن نسوي ماكو شيء، حتى نقدر نسيطر على السرعة على الصوت على سرعة واحدة. خلينا نكون كلمة دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. نفس السلم الموسيقي دو ميجر لكن من أوكتاف أعلى. الأول كان الأوكتاف الناصي، هذا الأوكتاف الوسط. هذا كان تمرين جديد لكم، هم أرجو أن تتمرنون عليه. مثل ما قلنا لا تتمرن أقل من ساعة، حاول تتمرن ما لا يقل عن ساعة يوميا حتى تقدر توصل إلى نتيجة. نعطيك تمرين آخر بسيط اللي هو أخذ الفريت الثالث واضغط عليه بالأصبع الأول، تخلي الأصبع الثالث على الفريت الخامس أيضا. نسوي ببطء ما نستعجل، هذا يخلينا نحرك أصابعنا
بسلاسة فوق الأوتار. حاول تسوي هذا التمرين، تضغط تعزف على الوتر الأول الفريت الثالث شوية بقوة، هذا يسموه هامر بالعربي المطرقة أو التشاكوش. نعزف على وتر وبالأصبع الثاني من قوة الضربة على النوطة الأولية ناخذ الصوت الثاني. اليوم نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ألتقيكم بدرس آخر من دروس العزف على الجيتار للمبتدئين. أرجو اللي لحد الآن ما مسوي سبسكرايب خلي يشترك بقناتنا حتى يقدر يتابعنا مع كل الدروس. إلى اللقاء.